السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم كنت أتصفح يعني منصة تويتر وأتابع ما ينشره مالك صفحة تويتر أو مالك منصة تويتر ألا وهو إيلون ماسك من حين لحين. واليوم وجدته قام بنشر منشور كتب عليه أو عنونه كالتالي: يستحق المشاهدة خصوصا لأولياء الأمور. فجئت فقط لأعطيكم فكرة على هذا الشريط الذي مدته ساعتين وتسعة عشر دقيقة، والذي يطالب إيلون ماسك من جميع أولياء الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدته. وشاهدت تعليقات الناس الذين شكروا إيلون ماسك على هذا المنشور. كل ما أريد يعني توضيحه بخصوص هذا الأمر وهو أنه هذه دعوة مرة أخرى مني شخصيا، وأعد لا بقولي أنا، إلى أي إنسان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عليه مشاهدة ذلك الوثائقي، والذي كما قلت مدته ساعتين وتسعة عشر دقيقة. سوف يظهر لكم سكرين شوت لكل يعني الأمور التي تم الحديث عليها في هذا الوثائقي، الذي يتحدث على كيف يقوم اليسار الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير بعض الأجندات التي الهدف منها هو تدمير أطفالنا أو أطفال المستقبل، فرض بعض الإيديولوجيات على هؤلاء الأطفال، فرض إيديولوجيات على أهالي وأولياء الأمور. هناك قصة لسيدة من ولاية كاليفورنيا التي لديها فتاة بنت. هذه الفتاة في يوم ما قامت بتغيير جنسها بدون علم والدتها. هذه فقط قصة، إذا كنتم يعني مهتمون فربما يمكنكم مشاهدة هذا الوثائقي، وسوف تشاهدون قصة هذه الأم، يعني قصة مريرة صراحة. فهذه الفتاة قامت بتغيير جنسها، وسئلت الأم: هل كنت تعلمين بهذا الأمر؟ قالت: لا. قالت: ابنتي في المدرسة أخبرت أصدقائها بأنها لا يعني تحب شخصيتها كفتاة، فتم يعني إرسالها إلى مكتب، ومن هناك تكلفت الولاية وغيرت يعني جسمها وأصبحت يعني ولد. والأم حاولت مرارا وتكرارا لمعرفة ما هي الأسباب التي دفعت الفتاة. في الأخير سوف تعود الفتاة إلى المنزل على أساس أنها شاب ذكر، وسوف يفرض على الأم من ذلك اليوم في كاليفورنيا المناداة على ابنتها على باسم ذكر وليس بنت، وعليها أن توقع على وثائق، وعليها العديد من الأمور، الشيء الذي رفضته الأم لأنها قالت: أنا خلفت بنت ولم أخلف ولد. وكان هناك مشاكل، الشيء الذي بعد وقت هذه الفتاة أو الولد سوف تدخل في أزمة نفسية وفي الأخير سوف تنطح. فهذا فقط جملة من الأمور التي يتم الحديث عليها. هناك مقابلة مع على ما أعتقد سباحة في إحدى الولايات، ووضعت لكم فيديو بخصوصها من قبل، والتي كانت يعني في سباق سباحة وطني، وكان بجوارها سباح على شكل امرأة لكنه ذكر وفاز في السباق، ويعني رفعت دعوى في إحدى الولايات أعتقد كنتاكي أو تينيسي، وتم قذفها ب يعني أسوأ العبارات لهذا القرار الذي اتخذته. فهذه الأمور كلها كما قلت، هذا الفيديو يركز عليها، يركز على التجار في الأطفال، يركز على تمرير أن ما يطلق عليه بيدوفيليا الآن سوف تصبح في الولايات المتحدة الأمريكية أمر طبيعي، بل أنه هناك العديد من الفيديوهات التي بدأ يتم نشرها على منصة تويتر لعناصر أمن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ذهبوا لبعض يعني المناطق الجنوبية، ذهبوا إلى دول في أمريكا الجنوبية فقط للتحقيق مع بعض العصابات الأوروبية التي تشتغل في أمريكا الجنوبية للاتجار بالأطفال الذين سنهم أقل من 3 سنوات، أقل من 3 سنوات. يعني تصوروا هذا الأمر. فهذا
فقط نوضح لكم هذا الفيديو والذي أدعوكم كما قلت بمشاهدته، لكن نصيحتي هو مشاهدته من طرف الأهل فقط، لا أنصح بمشاهدة هذا الوثائقي مع الأطفال. ليس لأنه هناك أمور إباحية تظهر في هذا الموضوع في هذا الوثائقي، لكن يجب على الأقل من أولياء الأمور أخذ فكرة وبعد ذلك الجلوس مع الأطفال يعني الحديث معهم بخصوص بعض هذه الأمور وتحذيرهم أنه ربما هناك شخص في المدرسة يخبرك بأن لديك الحق ب يعني تغيير جنسك أو غيره من الأمور. فأنصح بمشاهدة هذا الوثائقي أولا، مع كامل الأسف لا يمكنني وضعه على قناتي ولا يمكنني يعني نشره لأنه ساعتين و19 دقيقة، وكما قلت لا يمكنني ترجمته لأنه حتى المعلومات التي يتم الحديث عليها يعني معلومات بسيطة. فهذا فقط لأوضح لكم الأجندة التي يريد الحزب الديمقراطي تمريرها سواء الآن سواء في المستقبل إذا فاز دونالد بايدن، وهذه حقيقة كما قلت هنا لست للدفاع على بايدن وليس للدفاع على دونالد ترامب، لأنه في الأخير مراكز الاقتراع وبطائق الاقتراع هي التي سوف تقول من هو الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية، لكن أقول إذا فاز بايدن بدورة ثانية فمثل هذه الأمور يعني سوف تنتشر بشكل كبير. فلذلك لاحظت حتى في منصة تيك توك أن هناك بعض المغاربة أو العرب الذين يتحدثون على أنهم يفكرون في نقل أطفالهم إلى بعض الدول العربية أو الرجوع إلى يعني البلد الأصلي أو الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية التي لا تمرر مثل هذه يعني السياسات. النقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها والتي تؤكد أن هناك شيء ما يحاك ضد أطفالنا والأطفال المستقبل، وهو تقرير صدر على صحيفة نيويورك بوست الأمريكية والتي ركز على أنه هناك تقرير صدر مؤخرا يتحدث على أنه هناك بعض المأكولات التي يتناولها الأطفال بدرجة أكبر وهو الشوفان وسيريالز. أوكي، وسوف أضع لكم صور هذه المنتجات أمامكم. هذه المنتجات ظهر أو ثبت أنها تحتوي على مادة يطلق عليها الكلوروميكات. هذه المادة غالبا تؤدي إلى مشكل في الهرمونات، انخفاض الخصوبة، تغيير في نمو الجنين، وتأخر في البلوغ. بالنسبة للناس الذين يعطون هذه الأمور لأطفالهم في الصباح كوجبة فطور فحذاري من هذا الأمر، لأنه كما قلت هذه دراسات من حين آخر تظهر بخصوص بعض المأكولات، لكن هذه دراسة خطيرة. فمرة أخرى أحذر وأدعو كما قلت الجميع لمشاهدة ذلك الوثائقي لأنه وثائقي مهم ساعتين وتسعة عشر دقيقة، يعني قوموا بوضع أطفالكم للنوم وعليكم مشاهدة يعني الوثائقي لكي تكون عندكم على الأقل فكرة بخصوص ما يحاك هنا في أمريكا وربما في المستقبل في خارج الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم، السلام عليكم.